استقبل مطار مرسى علم الدولي عددا من رحلات الطيران الدولي ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار حتى الجمعة المقبلة. وتقل رحلات الطيران وفودا سياحية من عدد من الدول أبرزها بولندا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا. هذا وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازتهم في فنادق مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.